شهد الجزء اللبناني من قرية الغجر تحركات إسرائيلية جديدة، حيث استخدم جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى هناك. وكان لبنان قد قدم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية تكريس احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية اللبنانية بعد أيام من إنشاء جيش الاحتلال الإسرائيلي سياجا شائكا حول المنطقة، وهو ما وصفه لبنان بأنه خرق خطير ومحاولة ضم القرية إلى إسرائيل. من بيروت ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي بول مرقس. أهلا وسهلا بك يا دكتور بول. إذا نتحدث عن الحيثيات القانونية في هذا الجانب وتبعات هذا الأمر وكذلك التحرك تباعا المتاح. نعم، هنا لبنان يعني يتعرض دوما إلى الاعتداءات كما تعرفين ومظاهر الاحتلال المستمر، لكن لبنان الداخلي إلى حد ما اليوم في حالة يعني تعب وكثير من التراجع في المطالبة، لأن المجتمع الداخلي ينوء تحت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمعيشية الصعبة جدا، وهو فضلا عن ذلك منقسم حول الدور الذي يجب أن تؤديه يعني مجموعة حزب الله، وبالتالي هذا ينعكس على الموقف الرسمي اللبناني ولا يظهر في الخارج كما كان عليه الأمر في السنين الغابرة. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى مبدئية، فلبنان طبعا يجب أن يطالب في المحافل الدولية بحفظ حقوقه لهذه الجهة وتقديم الشكاوى المناسبة، مع الأخذ عن الاعتبار هذا المعطى الداخلي الذي شرحته على المستوى المعيشي، ولكن أيضا على المستوى السياسي في النظر إلى دور حزب الله المستقبلي، وما إذا كانت هذه الأراضي تشكل ذريعة لاستمرار الحزب في حمل سلاحه. نعم دكتور بول، هل كانت من لربما ملفات مشابهة لهذا الملف تم تعامل معها سابقا وكان هناك حلول واضحة بغض النظر عن الانشغال المجتمع بالوضع السياسي والاقتصادي داخليا؟ يعني حالات مشابهة لبنان؟ نعم، في لبنان على الناحية نعم بتغول نعم على بتغول الاحتلال. نعم نعم طبعا، يعني نحن نشهد تقريبا أسبوعيا أو شهريا حوادث مماثلة، لكن هذه الحادثة تحديدا تنذر بعواقب، وربما في أي لحظة ممكن أن يتدور الوضع على المستوى السلبي باتجاه التدهور الأمني ولا بل الحربي، باتجاه اندلاع معارك وامتداد هذه المعارك إلى الداخل اللبناني، وهذا ما يخشاه المواطن في لبنان، لأنه رغم الظروف الصعبة فإنه قد تأتيه أيضا مصائب كبرى من هذا القبيل، ويريد أن يعني يتفاديها بمزيد من الوضوح في تحديد حدوده وفي يعني انحسار مقاومته إلى الداخل، باعتبار أن الحراسة يجب أن تكون للحدود وليس أبعد من ذلك، وليس الدخول في محاور إقليمية أو في نزاعات دولية لا شأن له فيها، أو أن يتخذ لبنان وسيلة أو ساحة بالوكالة لحروب الآخرين. نعم، وهل بالإمكان الوصول إلى مرحلة تدخل دولي هنا بشكل آخر حتى وضع يعني يوضع حدا لما يحدث ولا تأتي هذه العقوبات أو لربما هذه الأضرار التي تفضلت بالإشارة إليها؟ أعتقد أن الأمريكيين اليوم يلعبون دورا، والأمم المتحدة أيضا بأجهزتها المختلفة قد انخرطت في عملية فض النزاع وعدم امتداده إلى ما لا يحمد عقباه. أعتقد أن الأمور لا زالت حتى اللحظة تحت السيطرة، إنما الخشية تكمن دائما في تفلت الوضع لحسابات إقليمية ودولية لا طاقة للبنان عليها ولا شأن له بها، وهذا مكمن الخوف الحقيقي. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ القانون الدولي دكتور بول مرقس، كنت معنا من بيروت.